بسم الله الرحمن الرحيم النهارده بنتكلم في الحبليات على جهاز البولي التناسلي في الدوج فيش يورينو جينيتال سيستم تكون الجهاز البولي التناسلي في الاسماك الغضروفيه من كليتين مستطيلتين خلاص بقى فيه كلى مستطيله حسن التكوين تقعان في الجهه الظهريه زي اي كلى تقع في التجويف او ناحيه ظهريه من الجسم كل كلى عباره عن ايه جزء علوي غير فعال وجزء سفلي الفعال يخرج من على السطح البطني للجزء الفعال من الكلى حالب يتكون من اتحاد خمس قنوات يعني ده لو انا بصيت على الكلى كده بالشكل ده مثلا الاقي الجزء الامامي ده غير فعال والجزء الايه الخلفي ده الفعال يخرج منها واحد اتنين تلاته اربعه خمسه خمس قنوات بوليه بتكون الايه الحالب طيب بعد كده يفتح على الناحية الظهرية لحجرة لحجرة المجمع اللي هو ويحتوي الذكر على مسكتين الكلاسبر تساعد في عملية الإيه؟ الجماع. يبقى ده من غير كلواكا يبقى ده الفيميل لكن ده بالكلاسبر يبقى ده على طول الميل ده على طول الميل هتلاقي كل الإيه؟ هنا حولة بقولية تناسلية هنا حولة بولية بس ويبدو وأبدومينال بورس بالشكل ده طيب الـ 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 يتكون الجهاز التناسلي الذكري من خصيتين مستطيلتين تقعان تتصلان بتجويف الجسم عن طريق مسارقة الخصية اللي طيب أنا عندي خصيتين وطلع منهم إيه غشية كده صغيرة وأوعية أو بيسموها الأوعية الناقلة والجزء ده اسمه المسارقة الخصية طيب تخرج من كل خصة مجموعة من القنوات بسموها الأوعية الصادرة فازا تتجمع مع بعضها عشان تدي الوعاء الإيه الناقل اسمه الفاز ديفرنس أو البربخ اللي هو الإيبي ديدماس تمتد للخلف وتصب هذه الحوصلات المنوية أو تطو... الحيوانات المنوية تصب في جزء أعرض شوية بسموه الحويصلات المنوية يبقى في خصيتين في وعاء ناقلة ماشية في مسارق الخصية وفي وعاء ناقل بيصب فين في الفيتيكيولا سيميناليس اللي هي المنوي تفتح الحويصلتين المنويتين في الجيب البولي التناسلي الموجود جزء اعمل كده افتح فيه جيوب كده اهو بالشكل ده كده فاتح فيه على طول في هنا الفتحات اللي هي ايه فتحه اللي جايه من الحويصله المنويه يبقى انت عندك الوقت الجيب البولي التناسلي تتجمع فيه الحوانات المنويه في كيس منوي اهو هنا يعني كيس مانوال على جانبي الجيب البولي التناسلي حتى تتم عملية الإيه الجماع تخرج الحوض منوية عن طريق المسكتين ويفتح الجيب البولي التناسلي عن طريق حالة مبولية تناسلية في المجمع تفتح فتحة في فتح في فتحة إيه الإيه أو بعد فتحة الإيه الكلواكا طيب ده بالظبط كده أدى الخصية خصيتين يمنى يعني ويسرى ويطلع منها أوعية صادرة بيزو الباز آه, ديفرنس اللي بتمر في مسرجة الخزي اللي بتمسك فين دي مرتبطة بالكلى الكلى زي ما انت شايف كده هتبقى في جزء فعال اللي هو الجزء السفلي اللي تحت ده اللي يبدأ من عنده تطلع إيه الأوعية البولية اللي انت شايفها دي مجال البولية بتفتح مع بعضها عشان تديك ايه تدي الوعاء او الحالب يعني تدي اليوريتر طيب نرجع تاني على الخصية يطلع كده وعاء صدرها تطلع كده أنابيب الأنبوبة دي ملتفة بتديك الوعاء الناقل تدي الوعاء الإيه؟ الناقل هذا الوعاء الناقل ده كده على طول بيبقى فيه الفاس ديفرنس يتصب فيه الحويصلات الإيه؟ الحوصلة المنوية سيمينالي. الفيزيكولا سيمينالس الفيزيكولا بتتجمع فين؟ بيتجمع في الجيب البولي التناسلي بالشكل ده اللي قلنا فيه عنده هنا جزئين اسمه الكيس المنوي اللي بيخزن فيه الايه الحيوانات المنويه ل حين عمليه الايه الجماع ده اليورينوجينيتال الجيب اللي هو البولي التناسلي خلاص يبقى ده بالشكل ده الخصيه والاوعيه الناقله الوعاء الناقل الحواصل المنويه لجيب البولي التناسلي اللي فيه الكيس المنوي اللي بيخزن الحيوانات المنوية بيفتحوا فين؟ بيفتحوا فتحة واحدة خالص اهي موجودة في الكلواكا لو قلنا ده خصيتين يبقى ده على طول ايه المبيض وده سوري آه ده, ده يبقى ده على طول ده الكلاسبرز اللي هو المسكتين وده يبقى الميل طيب بالنسبة بقى للجهاز البولي التناسلي في الأنثى هيبقى عنده مبيض واحد أوفر يبقى ده خسيتين مبيض واحد به بواضات كبيرة الحجم توجد على جانبي على جانبي الجسم قناتي يسمون قناتين الـ البيض اوفيدكتس يبقى عندي اوفري تتحد من الامام وتفتح مع بعض في تجويف الجسم من الفتحة الامامية عن طريق الفتحة الداخلية لقناة البيض تنتفخ هذه لكل قناة من قناة البيض بعد مسافة صغيرة جدا من الخلف وتفتح وتديك غدة اسمها غدة ايه القشرة الشيل جلاند يظهر انتفاخ خلفي في قناة البيض نتيجة لوجود رحم يحتوي على محفظة البيض وتتحد قناتي البيض في الخلف وتفتحان في الجهة الظهرية للمجمع بفتحة وسطية كبيرة ده الجزء اللي أنا بقول عليه ده الجزء ده اللي هو الفتحة فتحة قناة البيض عند قناة البيض يمين ويسرى هيبقى فيه هنا غدة اسمها غدة القشرة تفرز القشرة حول البويضات بعد كده الجزء منتفخ من القناة دي نفسها بيسموه الرحم اللي بيخزن فيه البويضات لحد ما يحصل عملية إيه هاتشينج طيب بعد كده عشان كده إحنا قلنا الإخصاب هنا إخصاب داخلي بيفتحوا مع بعض فين بالجيب البولي التناسلي الموجود ده طيب بعد كده ده خلص ال ايه القنوات الموجودة اللي هي الايه بتجيب البويضات منين بقى من المبيض اهو المبيض مبيض واحد بس موجود على الناحية إيه اليمنى ومن الكلى وده اسمه ايه الاوفري يبقى فيه بواضات كبيره بالشكل ده لو تكسر يحصل عمليه اوفيليشن تبويض تطلع تدخل على الفتحه دي وبعدين تدخل هنا ويبدا ايه يحصل عمليه اخصاب وبعدين تحاط بقشره خارجيه من الغده القشريه برضو الكلى هنا برضو جزء غير فعال وجزء فعال وجزء الفعال برضو عن طريق القنوات البولية تجمع بعض ويدي ليه الحالب والحالب هنا بيتجمع شوية كده ويوسع شوية بيسموه الجيب البولي بيفتح برضو فتحة في الجيب البولي التناسلي ده كده يبقى خلص الجهاز البولي التناسلي في الدوكفيش اللي, يدخل الذكر الكلاسبرز هنا عمليه بقى الاخصاب الاخصاب هنا خارجي ولا داخلي داخلي يدخل الكلاسبر داخل ايه فوهه الايه قناه البيض في الانثى ويحقن فيها ايه الحيوانات المنويه يحرس الاخصاب داخل الايه الجسم بتاع الانثى ويحاط البيض المخصب بقشره شمعيه رقيقه تفرز الغده القشرية البيض يفقس من خلال من خمسة ل 11 شهر عادة من 8 ل 9 شهور يتفاوت حجم البيض طبقا لحجم الايه الام مثلا بيض الاناث في البحر المتوسط اصغر من الموجودة في الايه حول المملكه المتحده ينمو البيض داخل الرحم لحين الفقس ولذلك فهي ايه بيوضه غلودة. احنا قلنا لو هي في فيبارس يعني تبقى ولودة لو قلنا او في بارس تبقى بيوضة لكن لو قلت او في في بارس تبقى بيوضة وولودة ده شكل يوضح لك الميل وده يوضح لك الفيميل هنا مبلد واحد هنا خصيتين وهنا الكلاسبر هنا ما فيش كلاسبر وكده ناخد بس الصفات الخاصة بكلب السمك ومفقودة في البيترومايز المهمة اللي في الفكوك القريضة مش موجودة طبعا في البترومايزن في مزدوجة مش موجودة في البترومايزن الحراشف الدرعيه جسمه لين مش موجود في البترومايزن المعده والبنكرياس ومحددتين ب... ولكن هناك ما كانش فيه فاصل بينهم وكان البنكرياس عباره عن جيوب منتشره في الكبد اعصاب شوكيه مختلطه لكن هناك كانت ايه منفصله غير مختلطه هنا عمود فقري حسن التكوين طبعا هناك كان بيبقى فيه غير حسب تكون كان عمود فقري ابتدائي كان عمود فقري ابتدائي لان هو كان ايه عباره عن انبوبه اللي هو الحبل الظهري لكنه فيه الايه الدعامات اللي احنا قلنا الظهريه والبين ظهريه الصفات الابتدائيه لسه موجوده في كلب السمك بالنسبه مثلا المتقدمه بالنسبه لما تقارن مثلا بالسمك البلطي هتلاقي ايه غياب مسانه العوم هتلاقيها موجوده في الاسماك الايه العظميه في فتحات الخشوميه تفتح منفصله هناك تلاقي في غطاء الخياشيم بيحط بيه عشان كده فتحه واحده حجرات القلب مفرده وزين واحد وبطين واحد لكن هناك هتبقى بدا في بعض الفقرات الاخرى المتقدمه يبقى في حجرات بتبقى إيه؟, ايه مزدوجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته